يا احمد يا احمد ايه؟ قوم يا عشان تشتغل. ايه انا هين؟ يلا قوم يا عشان نشتغل. يلا بيكيا يا بيكيا بيكيا يا بيكيا. خد يا ابني يا ست الكل، عندي شويه تراكيب فوق، اطلع هاتهم وهرازيك يا حبيبي. ماشي يا حاج. يا ما انت كريم يا هاج. يلا يا رامي عشان نشوف شغلنا. احمد ايه؟ الحق ده ليه فلوس يا دول النبي؟ كل دي فلوس دي يا رام، مش هينفع ناخدهم، احنا هنلم الفلوس دي ولازم نعرف الست بتاعت السطح. انت عندك حق على الفاضي. نظفت لك السطح يا حاج وخليت لك زي القشر، بس وانا بنضفه لقيت الفلوس دي. لقيتهم فين؟ وانا بنضف السطح ده، انا بقالي شهر دايخه عليه. لا لقيتهم لك يا ربنا يبارك لك يا حبيبي، ربنا يبارك لك. لكن انت يا حبيبي غلبان كده وما خدتهمش ليه؟ ما طلعتش فيه. لا يا اما انا عمري ما اقبل على نفسي فلوس حرام. الله يسترها معاك يا حبيبي. خد يا ابني حساب السطح اهو، استنى خد دول ليك يا حبيبي. لا يا اما لا لا والله لا تاخدهم يا ابني، خد كتر الف خير.